البيت له اسم خاص اسمه روميتوريو، يعني بيت الراهب ناسك. بالفتحة أو الباب مكتوب يسوع مخلص العالم، بعدين ورائي الاسم روميتوريو، يعني مثل ما قلت بيت الناسك. بعدين في كمان هون اليمين في رمز اسمي، انه في بي معناتها بادري، بعدين تي ترشيسيو، بعدين في سنونو بالتلياني روندي دي، وجنبه في شمعتين هلو ال، بعدين كما شبع صغيره اي، اذا روندي نالي بكون الكنيه تبعي. هلا هون اليمين، دائما اليمين في النشيد الخلائق للقديس فرانسيس الاسيزي المؤسس الرهبنه الفرنسيسكان. هلا ندخل غرفه ثانيه. أشمالي في بيروغرافية عملتها من 3 سنوات، يعني الكتاب وجهة الأولانية للكتاب اسمه كي تشركاتي، من تطلب، معناتها أنه الملاك للنسوان اللي راحوا على قبر المسيح سألوا وين المسيح، وين يسوع، قام المسيح ليس هنا، قام. على الشمال في غابة، ما انه انا بحب كثير الغابات الطبيعة، عملت كبرت الصورة. ورائي في صورة عن تطويبات، طوبى للذين كذا، طوبى. كويس، هيدي عملته على الحيط رأسا، مش الخشب لكن الحيط. هون اليمين يعني في مثل ساعة كمان بيروغرافية، ساعة طبعا، وجنبها في مثل شو اسمه النمر، لأنه الشمس عندما بكون الشمس طالع، طبعا كل في حديد بالنص بدل الساعة تمام. هلا ندخل بغرفة، هون الغرفة اليمين، غرفة اليمين في الطفل يسوع اللي نحن كل عيد الميلاد نضع طفل من خشب كثير حلو بالمهد. بينما هلا الغرفة جنبنا كمان في صورة عن ميلاد المسيح موجودة، هي الصورة في رعاة بيت لحم. في هنا الباب في صورة دوارة شمس مع أهلي، أبي وإخواتي. أيوه هون صورة أفريسكو من رسام إيطالي ألبرتو نوني، رسمها ببيت لحم وحقل الرعاة بيت لحم. أنا كمان الصورة كبرتها وعملتها مثل شو اسمه من مثل طبيعي، شيء طبيعي. هون هيدي غرفتي الباب في أسماء أمي وإخواتي، لأنه بهديك الغرفة في أبي وإخواتي كمان، هون أمي والباقي من إخوتي.
هون هاي غرفتي أنا، أنا نايم هون، نايم هون. Questo fratello, in arabo. No, l'ho detto questo. Zawiye Heidi è مخصصه لل بابوات، بابوات من كالابريا. هن 10 10 هون ولا تحت كمان. كله هن كانوا صور صغيره انا كبرتها. كبرتها وبعدين ناتورمنتي رسمته بالبيروغرافو. هناك الشمال في صورة عن الجلجلة، الجلجلة الجلجلة جنبه في العطر مريم ومر يوسف، مر يوسف. هيدي هي المطبخ، المطبخ تبعي. استعملت هاي الزاوية انه ما في احسن ما ناخذ غرفة كاملة مشان المطبخ. استعملت هاي الكوريدور هاي وعملت المطبخ. مين عربو؟ هيدي الصالة مخصصة لل للاجتماعات وكمان للصلوات، للصلاة. هون عملت مغارة، مغارة مع السرو، كله سرو رأي يرمز الإنسان رايح عند فرانسيس الأسيزي. وبعدين كمان في تابوريت هيك على الارض، عملت هاي من خشب طبعا. وكتبت على كل واحد اسم من الرسل، بطرس وبولس واندريا والى اخره. كله على كل تابوريت في اسم رسول. هون في قسم من المكتب، في المكتبه، لكن مش كلها، لانه المكتبه هي بكل كل البيت. شوي هون شوي هون. هون الشمال بيكون رسومات استاذه فن فنون اسمها لينا روبرتو. هي عملت كل الرسومات بينما شو اسمه الإطار، كله الإطارات كله عملته أنا بالبيروغرافو. هون تحت كتبي اللي أنا بوزع للناس اللي حابين. طبعا كل شيء بلاش. ايش نعرف بايكم؟ الغرفة هيدي مخصصة للأعمال الفرنسيسكانية وأعمال الرهبان اللي بيشتغلوا واشتغلوا حتى يجملوا الأرض المقدسة. هون فوق في صور للأشخاص اللي اشتغلوا وبيشتغلوا بيجملوا الأرض المقدسة. بعدين كمان في عنا انشيكلوبيديا، انه مجموع من الكتب قديمة، انه في شي 15 واحد، وبيجوز انا شي 6-7 منه بدي هديه لضيعة جنبنا اللي ما عندهم شي، بدي اعطيه هدول الكتب الانشيكلوبيديا، وكمان غير كتب، غير اشياء. حتى هناك كمان بالصف كمان إلون شيء عن الأرض المقدسة، عن الأرض المقدسة. هنا تابع الغرفة الأولانية، يعني حيث الفرنسيسكا عن الرهبان أو غير الرهبان استعملوا وعمروا والأخري، كل الأشياء، المعابد الموجودة بالأرض المقدسة.
الغرفة هذه مخصصة للكنيسة الكاثوليكية، لأنه الروميتوريو البيت في منطقة خاصة للكنيسة الكاثوليكية، وتحت في كمان منطقة للكنائس غير كاثوليك مثل البروتستانت أرثوذكس ولا شيء. بعدين في إسا غرفة للأديان غير مسيحية أو غير كاثوليك، هيدي إذا كاثوليك. في فوق الكل في البحيرة الطبرية، حيث في كفرنهم حيث يسوع تم عاش هناك وعمل، ومن هناك كمان طلب بطرس وبولس واندريا وكل الرسل كانوا هناك جنب كفرنهم. هنا هون في صورة كبيرة عن الأماكن حيث الفرنسيسكان عندهم شي بيت شي دير شي كنيسة، كل البحر الأبيض المتوسط ناحية الفرنسيسكان موجودين، مصر، سوريا، إسرائيل، لبنان، قبرص، تركيا إلى آخره. وهون كمان في صورة يدل انه الفرنسيسكان استلموا الارض المقدسة من الصليبية. ونحن اخذنا الصور اسمه رمز الفرنسيسكان من الصليبية. هون هيدا الشخص اسمه أنطونيو برلوتسي، بيكون كان مهندس أرشيتكت، هو اللي رسم كل الأماكن المقدسة بالأرض المقدسة تقريبا، مش كله بس الأكترية. بينما هون على الشمال في الماب طبعا الأرض إيش اسمه أورشليم. إذا واحد حابب يعرف بس عن وين ضرب الصليب، وين شو اسمه، وين الجلجلة، وين إلى آخره، بس طلع الصورة. لا بعدين هلا نطلع لفوق هون حتى نشوف شوي من العجائب يسوع المسيح. المنطقة هذه اسمها سوبالكو، يعني هي الغرفة مقسومة قسمين، التحتاني والفوقاني. بالفوقاني هون في صور عن يسوع، مثل ما قلنا بالبداية هي الغرفة هذه بيكون للكنيسة الكاثوليكية. هون في ولادة المسيح، أعماد المسيح، وبعدين رسالته، بعدين العجائب وإلى آخره. بعدين في غير أشياء، مثلا السفر بولس الرسول إلى كل العالم. هاي المنطقة طبعا هي بعدين في كما تلاحظين، إذا بتلاحظوا البراويز ما في واحد مثل الثاني، كل البراويز كله بيختلفوا عن بعضه أبدا، ولا برواز مثل الثاني، كله مختلفين عن بعضه. أنا بيروغرافيا
الغرفة هذه مخصصة للبيرغرافيات تبعي. طبعا إذا نحن حبينا نعرف شو معناتها الصورة، شو معناتها الأشياء الموجودة بالصورها، ما بنفهم شيء. مفروض أنه نقرأ من الكلمات الشرح الموجود تحت الصورة، تحت الصورة. مثلا كما شفت مثلا هون في خاصة هذه الصورة، في مار فرانسيس رايح أو في أفريقيا وبشوف راهب بأفريقيا، ومار فرانسيس بيسأل هدول الجماعة اللي تقريبا ميتين من الجوع، هدول الجماعة عملوا ندر الفقر؟ قالوا لا يا عم، هدول خلقانين هيك من دائما طول الوقت. وهون اكل حال. اذا واحد حابب يعرف شيء، مفروض انه يجي ويتامل ويقرا، والا ما بفهم شيء زياده. هنا في رسم الانسه لينا روبرتو، اللي هي رسمت ايوه بالقلم هي البيت كما هو اليوم، هيك يوم ناقص كمان شقفة بيكون وراها، بس هي تمام. اذا واحد بشوف الصورة عندما شي حدا بيقدر يجي ويزورها ويعرف تمام هذا الروميتوريو. وهون كمان في غير صور عن الضيعة سانفوك. هاي سانفوك، هاي سانفوك بيكون الشفيع الضيعة، اسمه مر فوق. بس أكل أحمد هي اسمه شوبالكو، يعني تحت السقف. الغرفة مقسومة كم مثل هديك، مقسومة قسمين، قسم تحتانية وقسم فوقاني. هون الفوقاني في رسومات عن الكنائس اللي كانوا موجودين زمان، مثل 1500 1800 و700 بعد 1783 صار في زلزال وكثير منهم هدموا. ففي هاي الأنسة انه قدرت هي ترسم كل الكنائس، هن كانوا 11 كما قلنا. بينما هون هدف في مثلا هذه بيكون بيروغرافيا مثل ما كانوا بزمان يطحنوا الحنطة شوف خشب. وهناك من كله كمان بيروغرافيا، كله هذول البيروغرافيا كله شغل يعني.
كنت بيها شايفين. هاي بكون المنطقة حيث يوجد الروبيتوريوم قريب عن هداك البيت الروبيتوريو تبعنا. ففي رسام هو عمله من حجر، هاي كله حجر. هنا اكمال البيروغرافية الموجودة بالغرفة جنبنا. هون في كمان طبعا كمان بالعربي انه في مثلا المسيح قام حقا قام، او لا اله الا الله الى اخره. بعدين كمان في غير اشياء، كله بيروغرافية. وبعدين هون على الشمال بيكونوا الرسل الرول. وهون بينما هاي بيكون الصورة اللي أنا حابب عمرها بفرانكافيلا، لأنه بفرانكافيلا في قديس فوق. وبعدين موسى عندما وصل كانوا بالصحراء، الحيات كانوا يعضوا الناس، وربنا قال له لموسى حط العصاي تبعك شيء ارنيه عليه شوي، وبعدين خليه حي من نحاس حواليها اللي بيكون عض الحي، بس طلع على العصاي بيشفى. فهي بيكون الشيء اللي حابب لسه ما عملنا. فبما انه بالضيعه لسه ما عملناها، موجود كل شيء، موجود الصور، التمثال مرفوعه، تمثال موسى، عصاي من حديد، كل شيء موجود. بس بيقولوا لسه ما عندنا هيك، ما عندنا هيك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صاروا 10 تقريبا 7 سنوات ناطر هيك. هاي سوشيال ميديا مشروع. Aspetta, ci sei qua, allora siamo. المنطقة هيدي مخصص للأديان مسيحية، لكن غير كاثوليك، يعني بروتستانت، أرثوذكس، تستيموني دي جيهوة والأخري، كل مش كله طبعا، بس البعض منهم، بس أهم الكل. وطبعا بزاوية حطيت كمان المغارة، مش مغارة، شو اسمه، الكوخ يسوع المسيح مع التماثيل والأخري. الغرفة هيدي مخصصة للأديان غير المسيحية، فإذا ولا كاثوليك ولا بروتستانتي، لكن بيكونوا مثلا دين الفراعنة، دين اليونان، هناك دين روما. من بعد دين الإسلام، بعد الثاني دين اليهود، كمان دين الشعوب الأمريكية الجنوبية، الإنكاس والآخرين. Thank you.
الغرفة هيدي بالبداية كانت مشان كراج للسيارة أو سيارتين، أنه بيدخلوا بسهولة سيارتين. بعدين شفت وقت اللي غيرت الفكرة، قلت أحسن شيء نعمل من هيدي الغرفة طويلة البانتون، يعني الهيكل للأديان، لكل الأديان. فإذا حطيت وكمان شوفوا الصور مثلا أمريكا الجنوبية، روسيا، إيطاليا، اليونان وإلى آخره، وتحت أيوة تحت في كمان كله شو اسمه مش رسومات بس بالبيروغرافو، كله بالبيروغرافو. Si prendi anche questi sopra, ma qui non ci sono che solo questi. واخيرا خلصت البيت الروميتوريو، فان شاء الله باربع اذار بيكون بيرمون القديس فوق، بيكون الفتح الروميتوريو، فكله كل الناس معزومين، ناس من الضيعه من ضيعتنا او من غير المحل، ناس رهبان وما رهبان، كمان سيفيل، كمان كل الناس اللي حابب يتعرف شوي عن الدين، عن الدين المسيحية وغير دين غير دين المسيحية. يوم الأربعاء 4 أدار معزومين هنا ب روميتوريو، أو إذا بدنا نشرح الاسم روميتوريو معناتها بيت ناسك، بيت الناسك. أنا طبعا مش ناسك بس حابب أعيش مثل الناسك، وأنا تقريبا كل النهار أنا ببقى هون وبشتغل هون وبصلي هون وبكتب وبرسم إلى آخره. فإذا اللي حاب أنه يجي كمان ويتفرج على الروميتوريو أهلا وسهلا.